معايا عبر الهاتف الان مره اخرى دكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني المنتهي ولايته مع فريق المصري البورسعيدي. يا دكتور ميمي مشرف ومنور. بكتر خيرك يا استاذ كريم، وانا سعيد بكلامك دون، وانا والله لا استحق هذا الكلام. انا اشتغلت كراجل ابن بلد كبلدي الحمد لله. انا راجل بقى 42 سنه في هذا المجال، بس زي ما انت جربت الكلام ده حصل معايا في سموحه، وحصل انا ما طلبتش حاجه، انا جيت مفر كامل. الوحيد اللي حصل بيا شخصيا يوم 1/5 وقال لي حضرتك تيجي تمسك الفريق الاول. رحت بدون شرط اوكاد، رحت لقيت في المعسكر كان يوم السبت، لقيت حوالي 14 لعيب و10 لعيب مصابين زي ما حضرتك كنت بتتكلم. انا الراجل عنده ثقه فيا، راجل ده راجل محترم جدا طبعا، اشتغلت بمرض الله. بعد ماتش الاتحاد بدا يتعمل لنا عقود، لما كسبنا الاتحاد فطبعا عقود ما احنا ضمناها بدون شرط او كده. العقد مكتوب فيه لنهايه موسم 22/23، فاحنا امبارح كسبت النائب الحسيني والناس والكلام ده، ناس محترمين جدا، قلنا لهم يا جماعه احنا كده يعتبر العقد بتاعنا من كام، لان كان نزل قبل كده اخبار ان تم التجديد للجهاز الفني بعد النتائج اللي كانت حصلت. لا ده حق المجلس ده، مع حضرتك اتكلمت يشوف ما يطرى ليه، لان هو يرقصنا. انما في نقطه لما تيجي الموضوع، انا النهارده بقفش الماتش في الشوط الثاني في الساعه اللي هي مرتبطه بالتليفون دي، انا خايف ان بتاعك كده ما بنزلش بالتليفون ولا الكلام ده، فبرفع التليفون كده. تم التعاقد مع الكابتن علي ماهر في الدقيقه 15 من الشوط الثاني، خدت بالك انت؟ فدي بالنسبه لك حاجه زعلتك. الساعة في ايديا، انا بص برضه بعمل كده ومش هقول وعمال اخد الماتش، وحضرتك شفت انت واقف 90 دقيقة محترم بلعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بأي بلعب النادي الاهلي، انا بقالي 8 سنين ما اتغلبتش من النادي الاهلي. لم اهزم من النادي الاهلي، فانا عادي، فانا خلصت الماتش، بعد الماتش عادي، فالخبر لما جه فواقف مع الناس محترمين، الاستاذ رجب عبد القادر، الاستاذ ياسر يحيى، الدكتور محمد موسى، الراجل بكل الاحترام، الاستاذ الحسيني، الناس كانت سلمت علينا في مؤتمر صحفي. حضرتك لما دخلت كان مستر كولر في المؤتمر جوه، فالناس واقفه معانا بنتكلم، فبقول له يا سياده النائب ما فيش اي حاجه، الموضوع كذا وكذا وكذا. الحاج ياسر خدني قال لي مستر كامل بيبلغك، الراجل كان بيكلمني قبل الماتش، راجل محترم جدا، قال لي بيبلغك ان انت تبقى موجود مستشار فني للنادي وتبقى في على جهاز النادي. قلت له اسف مستر كامل، ربنا جابني عن طريقه ان هي كانت لعبه خطره، لان كنت ماسك بعد جهاز قوي جدا انت عارف الموضوع، فالحمد لله عملت نتائج، لان كل جهاز بيبقى ليه مجموعه صحيح من الناس او الكلام ده، انا ماليش الا ربنا الحمد لله، خدت بالك؟ ونعم بالله يعني ماليش الا ربنا بصراحه، ماليش في السوشيال ميديا ولا الكلام ده، فربنا اكرمني واشتغلت وعملت نتائج. لا بس موضوع كده، بس الاول واحده واحده يا كابتن ميمي عشان اخد بس كم حاجه كده. الاول انت اتضايقت لما جالك الخبر بتاع الكابتن او تعيين الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق اثناء مباراه النادي الاهلي؟ هو من امبارح في كلام، انا بقول لك حصل كده، حصل كده في الدقيقه 15، فالناس قعدت معايا، كان واجب يحصل ايه؟ بما يرضي الله. الراجل ما فيش مشكله، نيجي زي ما الناس نزلت، متشكرين يا جماعه، كتر خيركم، بكره عندنا نرجو تيجوا لقاء في النادي، نقعد نعمل لكم حفله شاي والكلام ده، ويجي الكابتن علي ماهر، لان اخويا علي ماهر يعني انا اكبر منه سنا، حبيبي، انا كنت بدرس لهم في الرخصه ايه؟ الرخصه الافريقيه طبعا، انا كنت محاضر فيها طبعا، فكان يجي راجل محترم، انا اقعد حبيبي، راجل محترم جدا بيقابلني بكل احترام، ازاي يا كابتن علي؟ انا اشتغلت 3 شهور، لو سمحت في 1 2 3 4، لان انا شغال بفرقته، وانا برضه كسبان في الاتشر مرتين في كاس الرابطه، وكسبان في الدوري ماتشين ورا بعض في خلال اسبوع، خدت بالك؟ واللعيبه بتاعتي تشكر كتر خيرها، وفيوتشر طبعا مليانه باللاعبين. وصلت يا كابتن ميمي، وصلت، اتفضل. ربنا بعت له شغله، انما انا ما طلبتش حاجه، انما حضرتك انا سامعك مكالمه كنت بتتكلم عند جمله والكلام ده، لا